أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من يشق عليه وضع الجبهة على الأرض هل يضع كفيه ويكفي أم لا بد من ملامسة الجبهة لموضع السجود؟ السجود يكون بالجبهة واليدان تابعة للجبهة، فإذا عجز عن السجود على الجبهة فإنه لا يضع يديه، ولو السجود ليس باليدين وإنما هو بالجبهة مع الإمكان، إذا لم يمكن فإنه يومئ بالسجود برأسه ولا يضع يديه. نعم.